القصص الخيالية في دين الشيعة الإمامية. اخترع علماء الشيعة من قديم الأزل قصصا وأساطير عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل تعظيمهم في قلوب عوام الشيعة، ثم يعبدونهم من دون الله بعد هذا. من ضمن هذه القصص يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على خديجة فوجدها تكلم نفسها، فقال: يا خديجة، تكلمين من؟ فقالت: يا رسول الله، إن الجنين الذي في بطني يكلمني ويؤنسني. فقال لها: أبشري يا خديجة، لقد بشرني الله أن هذا الجنين على فاطمة رضي الله عنها سيخرج من ذريتها الأئمة الأطهار. وبدأوا يضعون هذه الروايات والأساطير. خديجة: مع من تتكلمين؟ قالت: يا رسول الله، هذا الجنين الذي في بطني يكلمني ويؤنسني. قال: يا خديجة، ابشري، فإن الله أخبرني بأنها أنثى ميمونة مباركة من ذريتها الأئمة. بل ويقولون إن فاطمة رضي الله عنها كانت تعلم أمها خديجة الأحكام الشرعية وهي في بطنها، تقول لها: يا خديجة، تفعلين ذلك في الغسل؟ فخديجة تستمع وتفعل، تصلين هكذا، تعلمها الأحكام الشرعية. مرة في الحلقة الثانية من هذا البرنامج كانت تحدث أمها وهي في بطنها، وهي جنين في بطنها، وكانت تعلم أمها الأحكام وهي في بطنها أيضا. كانت فقيها قبل أن تولد، والسلقلق ياسر الخسيس من قبل لو تتذكرون المقطع اللي بيقول: فطرت السماوات والأرض من نور فاطمة. بل ويزعمون أيضا إما كبرت فاطمة وتزوجت بعلي أصبح الحسين الجنين الذي في بطنها يكلمها ويقول لها: أنا العطشان. لا أدري يعني هل يريد أن يبكي أمه؟ شفتم كيف يكذبون على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشوهون صورتهم؟ يعني هو يريد أن يبكي أمه بهذا الكلام مثلا؟ شاهدوا هذا الكذب. كانت فاطمة الزهراء تكلم الحسين وهو حملا في بطنها، والحسين يرد عليها، يحدثها محدث ومحدث. فلما سئلت ماذا كان يقول الجنين الذي في بطنها، ماذا كان يقول؟ كان يقول: أنا العطشان، أنا المظلوم. دين بكاء وظلم وعطش، يعني ما الفائدة من قول الحسين طبعا على افتراض الرواية أن يقول لأمه ويبكي: أنا العطشان، أنا المظلوم؟ ما فائدة هذا؟ والله يا شيعة يكذبون عليكم ليؤججوا مشاعركم تجاه المسلمين. عمائم مزيفة.